ما رأيكم في من يدفع مبلغا محددا لمقصف المدرسة من الريالات، وبعد أن ينتهي العام الدراسي يرد هذا المبلغ لمن دفعه بزيادة عليه بمبلغ آخر من الربح الذي حصل عليه؟ هل يعتبر من الربا المبلغ الزائد عن ذلك المبلغ المدفوع، أم أنه زائد علما بأن هذا منتشر؟ جزاكم الله خيرا. إذا كان هذا الربح نتيجة تحصيل من المقصف سبب بيع المحتويات من طعام وشاي وغير ذلك، إذا كان هذا الربح بسبب البيع فإنه حلال، لا بأس به، إنما يحرم إذا كان الربح بدون عمل وبدون بيع وشراء، يعني تدفع نقودا ثم بعد ذلك يردها عليك بزيادة، أن هذا يكون من القرض، زيادة في القرض، هذا ربا صريح، أما إذا دفعت مالا في مقصف أو في شركة تعاملت بالمباح وحصلت على ربح فهذا الربح حلال لأنه نتيجة بيع وشراء. جزاكم الله خيرا.